الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحب الطلاب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقدم في هذا المقطع القصير تطبيق آخر على جيو جبرا كلاسيك 6، وهو من أهم التطبيقات الحاسوبية عبر الشبكة العنكبوتية. بعد ما دخلت الآن على جوجل وضغط على جيو جبرا داونلود أبس، لأن أستخدم هذا كما ذكرت في المقاطع السابقة، جيو جبرا كلاسيك 6، نضغط ستارت فتظهر الشاشة الآن هذه عندي المستوى الديكارت من 4/4 وعندي الخيارات هنا. فالآن أستخدم ما يسمى بالسلايدر أو المنزلق كما سميته باللغة العربية، وأستخدمه في بعض التطبيقات المهمة جدا لطلبة الاقتصاد، وخاصة الاقتصاد القياسي والرياضيات والاقتصاد الرياضي وما شابه. فالآن أضغط الآن على المربع هذا H2 اللي هو وأختار سلايدر، أضع هون سلايدر فبطلع عند الخيارات هذه. هاي الآن H=1 ببدأ أوكي، فبختار أنا على سبيل المثال من -2.5 مثلا إلى -2.5. أوكي، سأبين لكم بعد قليل لماذا اخترت هذا الرقم لأنه قليل. سأوظف هذا السلايدر الآن في موسى أو هذا المنزلق في معادلة تربيعية. أوكي، بعد ما أتأكد الآن أضغط أوكي بطلع عند السلايدر هذا، بستخدم السهم هذا من أجل تحريكه إلى اليسار. هنا الآن سأضع الآن معادلة y أو f of x لديك، يعني مثلا ممكن تضع أنت f of x تساوي على سبيل المثال، أختار الآن إما من اللوحة هذه الإلكترونية الآن x تربيع، لاحظوا x تربيع، بقدر الآن أتحكم ب x تربيع هذه بعد ما أضغط هنا ثاني مرة، وهنا أتحكم بسماكة المنحنى هذا، لاحظوا لي، ولونه اللون الأخضر جميل. أوكي، خلينا يعني نبقي على اللون الأخضر هذا. الآن أضع هنا نقطة بس بالكابيتال A تساوي A صغيرة أوكي وفاصلة F of A. لاحظوا لي ما الذي حدث الآن، بغلق أغلقنا ظهرت عندي هذه الآن الصورة. أوكي، الآن بتحكم فيها هاي اللي هي نقطة A، اختارها أي شكل تختاره الآن، وتخليها ربما تكبرها، تحتاج أنك تكبرها على وتغير لونها مثلا إذا أردت أن تضع اللون هذا الأحمر على سبيل المثال. بعد ما خلصنا الآن لاحظوا لي ماذا يحدث الآن إذا جعلت السلايدر يتحرك الآن من سالب 2.5 إلى موجب. فدعنا نحرك الآن، نضغط الآن على play اللي هو يعني معنا شغل السلايدر. لاحظوا لي ما الذي يحدث الآن، لاحظوا لي تصل النقطة النهاية الدنيا ثم تصعد إلى 2.5 تربيع حد أقصى، لأن هنا وضعت أنا، لاحظوا هنا 2.5 تربيع حد أقصى، وضعت أنا موجب 2.5 وسالب 2.5، بمعنى آخر النقطة ينبغي أن لا تكون أقل من 2.5 ولا أعلى من 2.5، أقل من 2.5 سالب ولا أعلى من 2.5، بما أنها الآن يعني الآن X تربيع، وبالتالي وضعت الآن بدل الـ X الآن وضعت أي قيمة بين سالب 2.5 و 2.5، فلاحظوا لي التغير. إذن كيف الآن تتغير موقع هذه القيمة أو النقطة A اللي إحداثياتها A بين سالب 2.5 و 2.5، و F of A جاء على المنحنى هذا اللي هو المنحنى اللي هو X تربيع. يمكن لنا أن نبدل الآن، لاحظوا لي، افرض ذهبت إلى هذه المعادلة والآن بدي أغير، بدل كون تربيع بدي إياها تكعيب. أوكي، الآن مثلا هذا بدي أخليها تكعيب، لاحظوا لي الآن وهنا أصبحت تكعيب. بعد ما أضغط أنتر لاحظوا لي ما الذي حدث، أصبحت الآن المعادلة تكعيبية، وبالتالي بتكون 2.5 سالب تكعيب و 2.5
موجب تكعيب فتنزلق إلى الأسفل ثم ترتفع إلى الأعلى وهكذا على المنحنى اللي هو أكس تكعيب. وهكذا يمكن استخدام سلايدر أكثر من يعني أكثر من سلايدر. يمكن أن أضع الآن نقطة ثانية على سبيل المثال، دعنا نوقف السلايدر أو المنزلق هذا، نوقفه هون ونضع واحدة ثانية هنا B تساوي، أو بعد ما أحط عفوا يجب الآن أن أنشئ سلايدر ثاني أضعه الآن هنا وبنسميه B، وبين مثلا على سبيل المثال بين صفر ومثلا ثلاثة حد أقصى. بعد ما أضغط أوكي الآن ينشأ عندي، بنقله إلى اليسار هنا، والآن بروح على المعادلة، بدي الآن النقطة B تساوي B وF of B. لاحظوا لي الآن عفوا F of B أوكي أنشأ لي إياها. لاحظوا لي هلا هون أنشأ لي نقطة ثانية، هذه النقطة السوداء بدي أحركها الآن أغير لونها. مثلا هنا الآن B بدي أجعلها سميكة حد أقصى 9، وأجعل لونها على سبيل المثال هذا اللون البنفسجي أو الأزرق أو البنفسجي، هذا البنفسجي بيعجبني أنا أوكي. ثم نحرك الآن السلايدر، هذا سلايدر هذا سلايدر. لاحظوا لي كيف الآن A و B بتحركوا يعني صعودا وهبوطا، تصل بالحالة هاي أقصى إشي الآن عندي هنا السلايدر هذا بين صفر وحد أقصى اخترته 5 إذا مش غلطان أنا، أو هسه ببين هنا نسيت قديش الرقم اللي حطيته إياه، 3 عفوا 3. فلاحظوا لي الآن كيف يمكن لنا أن نستخدم المنزلق هذا في تحديث الإحداثيات. الآن لنفترض بدي أغير هاي الآن معادلة أخليها تربيع مثلا، هاي تربيع ضغطت الآن ما الذي يحدث؟ لاحظوا لي بعد ما غيرت التربيع إذن كيف الآن تتحرك النقطتان على المنحنى هذا A و B، وهكذا يمكن استخدامها في تحديد ميل النقاط إحداثيات النقاط على أي منحنى. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، إن شاء الله في لقاء آخر سأبين يعني استخدامات أخرى لهذا أمر منزلق أو سلايدر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.